الرحمن الرحيم. محمد غنام أحمد المهيلة. نحن اليوم في دار الشباب المهيلة نواكب حملة استثنائية، هي دورة استثنائية لأبنائنا المعطلين عن العمل واللي من مستوى ثالث ابتدائي فما فوق إلى حد مستوى الماجستير، اللي يرغب في معناها في الدورة هذه تنطلق في إجراء عام قيام عام خدمة وطنية في تحت رئيس العالم الوطني. على أثرها كل من يتم قبوله بإجراءات قانونية فحص طبي وما رافقه يقوم بعام خدمة وطنية، ثم يتم انتدابه على معناها مع مراعاة مستواه العلمي. إذا كان يكون ما بين ثالث ابتدائي إلى سنة الرابعة ثانوي نظام جديد، أي ما يعادل البكالوريا، معناها يتمتع بمنحة شهرية تقدر ب 100 دينار، وإذا كان يكون صاحب شهادة عليا يتمتع بمنحة شهرية قوامها 200 دينار، ثم يتم انتدابه بعد العام على حسب المستوى نتاعه وما يترتب عنه من قوانين. واللي نحمد عليه ربي هو أن لقيت صدى كبير في صفوف أبنائنا، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم، منها يستفيد من خدمة الوطن، منها يستفيد من انتدابه بعد. وهذه فرصة الناشر فيها كل شبابنا أنه يلتحق بالخدمة الوطنية. وشكرا.